شنو ناقد الفني المعروف فارق الجائزة هذه جائزة القلم الذهبي لروايات الأدب الأكثر تأثيراً؟ كيف ممكن يخلق جيل يعني من المحترفين في هذا المجال؟ أنا بتصور إنه المسابقة دي ولدت لتبقى وتعيش. فتحة، أنت بتعرف ليه إن المشروع بيعيش؟ لما بيفتح أبواب على نوافذ متعددة وعلى أفكار متعددة، فهو ما عندوش سقف للطموح. لا، ده الرواية، السيناريو، المترجم، رأي الجمهور، وكل ده لن يتوقف أمام اختيار فائز. لا، ده المشروع يجب أن يكتمل لعمل فني متكامل. يعني ما نقدرش نقول إنه النقد زي أي إنسان، لكن عليه إنه يقاوم الرغبة الشخصية ويبقى يبص للعمل بعيدا حتى عن أنت بتحب إيه أو بتكره إيه. مؤكد أحد العناصر، مش كل العناصر، المناخ أهم حاجة. المناخ لما يكون بطبعه مفتوح على كل الأفكار، ده بيسري الأعمال الفنية. يعني أنت ساهمت في عمل نقدت فنيا وفعلا تغير شيء ولا بس؟ لا، أنا بقول رأيه خلاص، حكاية إنه يتغير دي مش ضمنها قوي. شايف إنه المملكة العربية السعودية عاملة خطوات على مستوى السينما، المسرح، الموسيقى، الغناء والأدب، ومشروع زي جائزة القلم الذهبي فعلا أحد عناصر هذا التفوق. يعني ولأنه طموح دايما أبو ناصر، طموح يعني لا يعرف حدود. يعني دايما المشار التركي قال تيخ، ما تقدرش تقول هو آخره فين، لا، عنده حاجة أبعد من اللي أنت تعتقدت إن هو ده آخر اللي بيحلم بيه. كلك ذوق. هو طبعا مؤسس الجائزة معالي المستشار، وأنا والأستاذ عبد الله بن مخيت في إدارة الجائزة، ومعنا أعضاء لجنة التحكيم التي تشمل أسماء كبيرة ومهمة في حياتنا الثقافية. لن أعدد الأسماء، لن أقرأها، هي أمامكم. هناك أيضا أسماء لجنة الفرز التي تتلو، وتلاحظون أننا أمام تنوع في الخبرات، المخرجون، النقاد، المنتجون. وهنا أعضاء لجنة الفرز، هذه اللجنة التي ستتولى في البداية عملية تنقية أو تصفية الأعمال قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم، وهي تتألف من أسماء مرموقة في عالم الأدب والكتابة والإنتاج السينمائي والإخراج. هنا مسارات الجائزة.